إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من انتشار مرض الدفتيريا في اليمن، خصوصا بعد أن تجاوز أعداد المصابين به 500 شخص ونحو 50 وفاة. وتشير تقارير محلية ودولية إلى تفاقم الوضع الصحي والإنساني في اليمن بشكل عادت فيه بعض الأمراض الفتاكة بعد القضاء عليها في بلد يعيش فيه نحو 8 ملايين شخص على شفا المجاعة. نبيل اليوسفي والتفاصيل. مشهد اعتاد عليه الأطباء بمستشفى مدينة يرين بمحافظة إب وسط اليمن. الطفل محمد ذو 9 أعوام مصاب بمرض الدفتيريا، مرض نادر الحدوث في بلد يحرص على تلقيح الأطفال. اليمن لم يعد كذلك. قلة الأدوية والظروف المالية الصعبة قد تحول المرض إلى وباء فتاك. وضع علي يحيى لا يختلف عن الطفل محمد. الأطباء يؤكدون أنه مصاب أيضا بالدفتيريا وأنه بالكاد يستطيع الكلام. يعني ما بيش دعم كامل لهذا المرضى، بحيث أن المرض هذا مرض قاتل ومعدي، بس ما بيش اهتمامات من الجهات المختصة من المنظمات ومن اللقاحات. ماش يعني بعض اللقاحات متوفرة وبعضها ماش متوفرة، فإحنا نطالب المنظمات حقوق الإنسان، منظمات أطباء العالم، منظمة أنترسوس، أي منظمة أن تتقي الله وتعين إلى هذا الحالة. هذا مرض قاتل فلان الساهل بينه. منظمة الصحة الدولية أحصى الزهاء 500 حالة إصابة و50 حالة وفاة. المنظمة أفادت أن المرض يفتك بواحد من كل 10 أفراد. محافظتا إب والحديدة أكثر المحافظات اليمنية إصابة بالدفتيريا. خبراء الصحة يؤكدون تفشي المرض بسرعة متتالية ويحذرون من شيوعه خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، لأنها الفترة التي تتكاثر فيها الجرثومة المسببة للداء والعدوى، ما قد يعمق من انهيار المنظومة الصحية اليمنية التي أثبتت عجزها المتواصل عن كبح وباء الكوليرا والآن الدفتيريا. الدفتيريا مرض قاتل للذين لم يتحصنون. هذا السم ينتشر في جسم الإنسان، يهاجم القلب بدرجة كبيرة، يهاجم الكلى، يهاجم الجهاز العصبي بالذات العصب البصري. إذا هاجم هذه الأعضاء بالذات القلب يؤدي إلى الوفاة بنسبة 90% عند الأشخاص الغير محصنين. بدأ الانتشار في اليمن في هذه الأيام، انتشر في 4 مديريات تقريبا. الحرب في اليمن لم تكتفي بتجويع الشعب فحسب، ولكنها تسببت في انتشار مختلف الأمراض. وقد يكون الدفتيريا ليس إلا مرضا آخر قضى عليه اليمن منذ عقود وعاد اليوم ليفتك بمواطنيه. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي.